صحابي أعزائي الأول ثانوي، هاي طبعا حصة مراجعة لمادة الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ أول شيء، طبعا احنا قلنا 11th grade الملون من 44 ل 59، أما الأكتيفيتي بوك اللي هو كتاب النشاطات من 31 ل 39. إذا بتلاحظ عز الطالب سيكون أهم شيء في هذا الامتحان بعض الأمور المهمة جدا والسريعة. أول شيء طبعا sources of energy، أهم شيء عندنا الكلام المنقول والأسئلة المنقولة وكيف نحول السؤال المنقول والجملة المنقولة. أيضا هنا عزيز الطالب نملأ الفراغ بهذه الكلمات: تيربيز عنفات، إلكتريسيتي كهرباء، سولار شمسي، ستيم بخار بلانت اللي هو مصنع، بانلز ألواح، فيول اللي هو وقود، جنريتر مولد، وسل خلية. بنعبيه في الفراغات، مهمات جدا هذول. أيضا هون في مزيد من التطبيقات، صفحة 45 مزيد من التطبيقات على الكلام المنقول. جود على كل الأزمال. ايضا هاي مهمة. ننتقل لصفحة 46. ب 46 فقط هذه القطعة، حاول تقرأها وتفهم معانيها اللي هي عن سناء. ثم هذه الفقرة اللي هي صفحة 47 مهمة جدا، وخصوصا الكلمات بمعاني يعني تشالنج مثلا معناها تيست، انجينير فور اكزامبل، انفنتور، هاندز اوت، براكتيكال، لابوراتوري، ورك شوب، اسيستنت هيلبر. هذول مهمات جدا، مهم ايضا انك تدخلهم في هذه الجمل لانه صحيح نفس المعنى لكن بياخذ معاني مختلفه في الجمل. طيب اما في الصفحه 48 عزيز الطالب، انساها الصفحه هاي، ننتقل لصفحه 49. الصفحه 49 هنا في عندنا هاي الكلمات مو امبورتنت اكسبنسيف ديبندنس، طلع على شكلهن وعلى املائيتهن، على شكل الاملائي مهم جدا الهن. طبعا ايضا هذا التمرين اللي هو رقم 8 مهم جدا، وهذا الفقره مهم اللي هي 7 اللي هي read the text below what does it describe، اللي هي تصف طبعا النفط الخام. دير بالك هاي القطعة مهمة جدا. good. ثم 8 مهم جدا اللي هو معاني كلمات من نفس هذه القطعة. الآن ننتقل للصفحة رقم 50 اللي هو ماستر مايند اللي هو العقل الموجه أو السطرة. الكلمات هذه مهمة جدا in English باللغة الإنجليزية على هذه الفقرات، مهمات in English. أيضا حاول تجاوب هذه الأسئلة، طبعا احنا جاوبنا هاي الأسئلة. هنا reported questions زي ما أخذنا نوعين. good. ثم الصفحة رقم 52 هذا قطعة مهمة جدا جدا اللي هي مصادر المياه في الأردن، وأنا قلت هذه القطعة مهمة وفي كلمات عليها اللي هي الكلمات 11 كلمة اللي تحتين خطوط مهمات جدا in English. yes they are very important، مهمات جدا. أيضا هول complaint advising، طبعا هذا انسى هذا التمرين لأنه تمرين في صعوبة عليك فيه من الأشياء. الصفحة 54 فقط شو هي الناتشرال ريسورسز والبرودكتس، ايش هي المصادر الطبيعيه والمنتجات. جنريترز مثلا اللي هي ايش، مثلا برودكت سولار انرجي مثلا هي ناتشرال ريسورس اتسترا، يعني وزعهم في هذا الصندوق. الان رقم 55 الكتابه، انسى الكتابه. ننتقل ل 56 ما في طبعا 57. الان 58. 58 تشارلز ديكنز الكلمات تاي ان انجلش، والقطعه هاي اقراها كويس مع حاول تجاوب اسئلتها للاهميه الكبرى. ايضا الافعال اللي يتبعها الاي جي فورم او اللي يتبعها التوزن مجرد مهمه جدا، وهذا بيكون وطبعا هو لو تمرين سبيكينج رقم 6 مهم جدا جدا. الان ننتقل للاكتيفيتي بوك. بالنسبه للاكتيفيتي بوك طبعا يستثنى افلام اللي اخذناها على التوجيه كامله. الان الاكتيفيتي بوك من الصفحه 31 عزيز الطالب، لاحظ هون مهمات جدا، هاي مهمه، مطلوب منك انك تغير هذه الكلمات تحط كلمات صحيحه مكانها. هون ايضا مهم جدا اللي هي على المنقول، سيركت ذا كوركت فورم اوف ذا فيربس، طبعا احنا راح نجيب المنقول شيء واضح جدا. هنا اسئله منقوله ايضا مهم جدا اللي هي الصفحه رقم 31. ثم بعد ذلك الصفحه رقم 32، هنا اهم شيء في 32 القطعه هاي اللي قطعه الكويت الرانية اوف جوردن، في عليها اسئله بدنا نجاوبهن ونعرف شو هن. بالنسبه للصفحه 33 بدنا نعرف فقط شو هي مصادر الطاقه الطبيعيه، مصادر الطاقة الطبيعية من هذه الدائرة. نعرف بس عارف يعني مش انه والله حفظ غيبا، لا. هون ايضا القطعة الصغيرة هاي في عليها ايش بعض الاسئلة، لانه ممكن اجيب لك سطرين ثلاث اسطر واسالك عليها بعض الاسئلة. جود. ثم بعد ذلك عزيز الطالب انسى الصفحة هاي، الصفحة رقم 35 املا الفراغ مهم جدا. هون على المنقول، الاسئلة المنقولة والجمل المنقولة مهمة جدا وراح نطلبها يعني بدقة ان شاء الله. اما بالنسبه لرقم 7 هون في شيء مهم جدا هو رقم 5، بدك تعرف صفتها واسمها وفعلها لكل كلمه. راح اسالك انا عن صفتها او عن اسمها. What's the part of speech for example of this word؟ شو هو نوعها؟ صفه، ظرف، فعل. هون املا الفراغ بالكلمه الصحيحه ايضا مهم.
وهنا الفقرة هذه أيضا مهمة جدا، بدك تقرأها وتجاوب، تحاول تجاوب أسئلتها. الآن الرسم البياني، انسى الرسم البياني، بدناش إياه لأنه فيه صعوبة عليه. وهذا بكون طبعا آخر شيء. 38 طبعا ما فيها شيء مهم لأنه إحنا ما في عندنا رايتنج. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كل شيء بالنسبة لمنهاج الأول ثانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.